بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في مسيرة 100 فقرة من كتاب الامتحان، وبعون الله وصلنا إلى 68 بعنوان ابن مسعود. خلي بالكم عشان في الفقرة ديت هنراجع بعض المعلومات كده البسيطة اللي للأسف بتتنسى كتير عند الطلاب في زحمة المعلومات، لكن بالتكرار المعلومة إن شاء الله بإذن الله هتثبت. يعني هنراجع النهاردة المنادى وأحكامه الإعرابية، وهنراجع المضارع نصبه وعلامات نصبه، وهنراجع كمان حاجة بتتنسى كتير قوي عند بعض الطلاب اللي هي أفعال الرجاء والمقربة والشروع وحكم اقترانها بأن، فبتبقى ساعات معلومات بسيطة كده لكن يعني بتتنسى. فمقاومة للنسيان انتبهوا معي، لأن بالخريطة الذهنية إن شاء الله هنبين كل هذه الدروس بطريقة السريع المفيد بإذن الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس 3 أبو بكر. طالب إعراب كلمة أبو، أبو دي طبعا هتبقى بدل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء 5. طب ليه أعربناها بدل؟ عشان في معلومة أرجو تكون في أذهانكم وتدونوها تكتبوها، لأن العلم تدوين وتكرار. شباب مفيش علم بدون تدوين ولا تكرار، مش هتثبت المعلومة إلا بالتدوين والتكرار. بقول إن كلمة أبو هنا بدل ليه؟ علشان التفصيل بعد الإجمال بيعرب غالبا بدل. يعني لما أقول قابلت 3 محمدا وعليا ومحمود، كلمة محمدا دي تعرب بدل. أحب مصر نيلا وشعبا وأرضا وسماء، أنا كده جبت الإجمال اللي هو مصر وفصلته بنيل وشعب وأرض وسماء. هل كل الكلمات دي بدل؟ لا طبعا، أول كلمة بس بدل. يعني في المثال الشفوي اللي أنا قلت أحب مصر نيلا وشعبا وأرضا وسماء، كلمة نيلا بس هي اللي تعرب بدل، واللي بعد كده يبقى معطوف. طبعا احنا عارفين ان البدل بيبقى تابع، يعني يأخذ حكم الإعراب للي قبله. فكلمة 3 هنا إعرابها ايه؟ ده عدد يا أستاذ. ايوه يعرب حسب موقعه في الجملة، الأعداد كلها تعرب حسب موقعها في الجملة. طب لازم أبدأ الجملة بقى، أفرس الناس 3 كده جملة تامة. وتتعلم تبدأ الجملة منين وتنتهي الجملة فين، ده نص الإعراب أصلا. يبقى أفرس الناس 3، طب ليه ما بدأناهاش من الأول؟ ما هي الأول جملة خلصت، يقول ابن مسعود دي جملة خلصت خلاص. أفرس الناس 3 دي جملة تانية، أبو بكر حين تفرس في عمر بن الخطاب دي مش جملة، دي توضيح لكلمة 3. فكلمة أبو بكر هنا بدل من 3. طيب قلنا أفرس مبتدأ والناس مضاف إليه، يبقى 3 خبر مرفوع، وبالتالي كلمة أبو هتبقى بدل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء 5 كما بدأنا في الإعراب. طب هل لابد أن أنا أذكر نوع البدل أنه مطابق أو بعض من كل أثناء الإعراب؟ لا الحقيقة لا، أنت تقول بدل منصوب أو مرفوع أو مجرور ولا تذكر النوع إلا إذا طلب منك، هو ما طلبش منك البدل النوع البدل هنا فأنت تعرف فقط. طب كلمة بكر هنا هتبقى إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أبو بكر زي عبد الرحمن وعبد الله، هذه وعز الدين، هذه الكلمات الجزء الثاني منها دايما بتعرب إيه يا شباب؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. أستاذ طب هي بكر دي ممنوعة من الصرف؟ لا طبعا، كلمة بكر ليس لها أي علاقة بالممنوع من الصرف وهي مجرورة بالكسرة عادي جدا. فاستخلفه، دي بقى يعني كلمة طويلة لكن بسيطة خالص في إعرابها، لأن الفاء حرف لا محل لهم الإعراب. استخلف فعل ماضي مبني على الفتح، أيوة استخلف فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، لأن الهاء هنا من ضمائر النصب، وأرجو أنك تبقى إيدك دايما في حكاية الضمائر دي. فاكرين في ضمائر رفع وفي ضمائر نصب وفي ضمائر جر، لما الضمير بيتصل بحرف الجر أو بيتصل بالاسم بيبقى في محل جر مضاف إليه. فاستخلفه أعربناها. وصاحبة موسى التي قالت يا أبت استأجره، خلي بالك بقى انتبهوا لو سمحتوا عشان في إعراب يعني فكرته حلوة كده، وخلي بالكم معي، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. بص لو انت سرحان او مركزتش الجملة بدأت منين وانتهت فين هتغلط. معظم الشباب لما بيجوا يعربوا كلمة القوي دي بيعربوها مفعول به، وهم برضو يعني لهم منطق لكن منطق غلط شوية. ليه؟ هو بيقولك استأجرت، يبقى استأجر فعل ماضي والتاء الفاعل والقوي مفعول به،
أي أستاذ واضحة خالص أهي. لا بس الجملة ما بدأتش من استأجرت القوي الأمين، ما بدأتش كده. الجملة بدأت إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني القوي ده خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم. ودي مهارة الطالب في قراءة الجمل، عايز عقل، عايز فهم، لازم افهم الجملة بدأت منين. دي ملهاش يعني، مش أستاذ هيقول لك اعمل كذا تقوم تعرف تقرأ الجملة، لا دي عايز عقل ربنا ادهولنا كلنا. ممكن احنا بس نركز شوية ونسيبنا من الإعراب الشكلي، ان النكرة ونكرة نعت ونكرة ومعرفة مضاف إليه، نسيبنا من الإعراب الشكلي بتاع ابتدائي ده ونفهم المعنى. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني إن حرف نصب وخير اسم إن، من دي اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، لأن الموصول المسبوق بنكرة بيعرب مضاف إليه، واستأجرت استأجر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وجملة استأجرت جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. طب ما أنا عايز خبر إن هنا، فين خبر إن؟ إن خير من استأجرت مين؟ ها جاوبني. القوي، يبقى دي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كمان مش المقدرة، لأن الياء بتاعة القوي مشددة والياء المشددة يظهر عليها الإعراب، فانتبهوا يا شباب. أنا ليه ملحوظة برضو عايز أنبه ليها، إعراب كلمة الأمين. كلمة الأمين هنا الإعراب الشكلي بيقول إنها نعت، يعني أنا يعني لو أنا عملت امتحان للأولاد وقلت لهم إعراب كلمة الأمين إيه، أنا يعني أشك بخبرتي كده إن 90% من الطلاب هيعربوها نعت. ليه يا أستاذ؟ ما هو الأمين معرفة والقوي معرفة، الأمين مفرد والقوي مفرد، الأمين مذكر والقوي مذكر، وهكذا. لا يا جماعة، ده كلمة الأمين هنا تستطيع أن تخبر عن إن، يعني بقول إن خير من استأجرت الأمين، يعني الأمين ده خبر تاني وليس نعت. فأرجوكم انتبهوا لحكاية الخبر التاني دي لأنها مهمة جدا. يعني برضو في بعض التدريبات، برضو أنا أذكر تدريب كده كنت جايبه للطلاب في امتحان من امتحانات النحو بتاعتي، قلت لهم كانت الجملة كده: أمتنا كانت سباقة قوية، وحطيت خط تحت قوية وطلبت إعراب قوية، وأنا متوقع أن معظم الطلاب هتعملها نعت. يعني الجملة بتقول إيه تاني عشان بس تركزوا معايا؟ لسرحان يا جماعة لو سمحتوا انتبهوا معايا، لأن الجملة دي مهمة، مش عايزكم تخلطوا ما بين الخبر التاني والصفة. ده اللي أنا بعالجه، النقطة دي أنا بعالجها لأنها نقطة مهمة جدا، الخبر التاني غير الصفة. الجملة اللي كنت جايبها إيه للطلاب في الامتحان؟ بقول لهم أمتنا كانت سباقة قوية، وحطيت خط تحت قوية وقلت لهم اعربوا كلمة قوية، معظمهم عربها نعت. ما هو سباقة نكرة وقوية نكرة، سباقة مؤنث وقوية مؤنث، سباقة مفرد وقوية مفرد، خلاص ده منطبقين خالص اهو. لكن المعنى مش كده، انا مش بوصف سباقة بانها قوية، ده كلمة سباقة وكلمة قوية الاثنين بيخبروا عن امتنا، عن امتنا اللي هي في اول الجملة. من الجملة امتنا كانت سباقة قوية، ممكن اقول ايه بقى علامة الخبر الثاني عشان نحسم القضية ديت وما تفضلش متلخبط؟ ها ممكن اقول امتنا كانت سباقه، صح، وامتنا كانت قويه، طالما استطاعت الكلمه ان تخبر عن المبتدا فهي ليست نعتا وانما خبر. اديك مثال اخير اسهل بكتير عشان يستقر في ذهنك: العقاد اديب فيلسوف شاعر. العقاد اديب دي خبر اول، العقاد فيلسوف خبر تاني، العقاد شاعر خبر تالت. وإن بدأ للبعض أنها نعوت إلا أنها أخبار فانتبهوا. يبقى القوي خبر إن. قال: وما رأيت من قوته، قالت: جاء إلى البئر وعليه صخرة فرفعها. قال: وما رأيت من أمانته، قالت: كنت أمشي أمامه فجعلني خلفه، والعزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام فقال لامرأتي: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بقول لي بعد كده منادى، استخرج بقى من الفقرة، انتبه بقى علشان ايه هندخلش في مراجعة بعض الدروس كده سريعا. منادى وبين حكمه الإعرابي، تعالوا نشوف كده المنادى. المنادى يا شباب عايز تعرفوا ان هو ليه إعرابين ما فيش غيرهم، يا منصوب يا مبني. مبدئيا كده مفيش منادى ربنا خلقه مرفوع ولا مجرور. المنادى عندنا في اللغة العربية يا منصوب يا مبني، انت مخير ما بين حاجتين. طب منصوب امتى؟ لو مضاف او شبيه بالمضاف او نكره غير مقصوده.
طب مبني امتى؟ لو علم او نكره مقصوده او ايها. بص هم ثلاثه وثلاثه، مضاف شبيه بالمضاف، نكره غير مقصوده يبقى اسمه منصوب، علم نكره مقصوده ايها يبقى اسمه مبني، ما تقولش منصوب، هو مبني على في محل نصب، بس هتقول مبني لازم تقول كلمه مبني عشان تاخد الدرجه. طب مضاف زي ايه كده يا استاذ؟ يا حكام العرب اتحدوا، مضاف واضح يعني ورا مضاف اليه بكل بساطه. اذا اول ما الاقي ان ورا المنادى مضاف اليه يعني انت مطالب ان قبل ما تعربه، لو لقيت وراه مضاف اليه يبقى منادى منصوب، لو لقيته منون ووراه كلمه بتكمل معناه يا فاعلا الخير يا فاعلا للخير، منون ووراه كلمه بتكمل معناه يبقى دي اسمه، يبقى اسمه كده منادى منصوب ايضا لانه شبيه بالمضاف. وايضا لو عندك لقيت المنادى نكره غير مقصوده، يعني ايه نكره غير مقصوده؟ بص المثال ده بيقول ايه، قال رجل اعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا بص يعني هو مش قاصد رجل معين، اي حد ياخذ بايده علشان يعديه او علشان يمشيه، اذا دي اسمها نكره غير مقصوده تفيد الشمول والعموم، دي النكره المقصوده. اكيد النكره غير المقصوده بقى دي النكره غير المقصوده، اكيد النكره المقصوده بقى عكسها اللي هي بتفيد حد معين وهنشوفها دلوقتي. علم زي يا الله اغثنا، لما نيجي بقى نعرب العلم نقول ايه هنا؟ الله لفظ الجلاله نقول عليه ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، وممكن تكتفي بمنادى مبني على الضم لانه علم، يا الله اغثنا. طيب هنا بقى نكره مقصوده، يعني ايه نكره مقصوده؟ بص كده، اشار الاستاذ يا طالب اجب، بص هنا المعنى واضح ان الاستاذ بيشير الى طالب معين انه يجاوب، اشار الاستاذ يا طالب يا طالب اجب، يبقى اذا ده لما تيجي تعرف طالب هنا واضح انها مخصصه، يبقى هنا منادى مبني على الضم، مبني على ما يرفع به على فكره، يعني هو لو كان مثنى نقول يا طالبان مبني على الالف، لو كان جمع نقول يا طالبون او يا طلاب، يا طالبون يبقى مبني على الواو وهكذا، لكن لو جمع تكسير طبعا هيبقى مبني على الضم. لاحظنا كده الفرق ما بين النكره المقصوده والنكره غير المقصوده. وفي سؤال في الامتحان، في سؤال عفوا، وفي سؤال في كتاب المدرسه أنبه له، كان جاي مرة قال له يا مصريين أنتجوا، يا مصريون أنتجوا، بقول له أيهما أجمل ولماذا؟ أيهما أجمل؟ ده بلاغة دي. ما هو يعني مش هتعرف البلاغة دي، مش هتعرف الفرق ما بين التعبيرين إلا بالنحو. ليه يا أستاذ؟ عشان يا مصريين منصوبة، العكس النظرية بقى شباب، عكس النظرية، أنا لقيت كلمة مصريين منصوبة ولقيت كلمة مصريون فيها واو يعني مبنية على ما ترفع به، اذا انا استنتج المنصوبة تبقى ايه؟ نكرة غير مقصودة، والمبنية على الواو يبقى، او اللي فيها واو اللي شكلها مرفوع من الاخر يعني، يبقى مالها؟ يبقى نكرة مقصودة. يبقى انا من الشكل حددت نوع المنادى مش من المعنى، لان هو المعنى هنا مش فارق خالص، يا مصريين انتجوا يا مصريون انتجوا، انا من خلال شكل الكلمه يا شباب ارجو الانتباه، من خلال شكل الكلمه عرفت نوع المنادى، لما لقيتها فيها ياء وانا عارف ان جمع المذكر السالم من علامات نصبه الياء فعرفت انها منصوبه، ولما اعرف انها منصوبه استنتج عكس النظريه، طالما منصوبه تبقى نكره غير مقصوده، اذا تدل على الشمول والعموم. طب يا مصريون انتجوا، عرفت ان مصريون فيها واو، يبقى طالما فيها واو يبقى هي نكره مقصوده لان شكلها مرفوع. طب نكره مقصوده تفيد التخصيص. طب نروح للبلاغه بقى، ايهما اجمل ولماذا؟ يا مصريين الشمول والعموم ولا يا مصريون انتجوا على تخصيص فئه؟ لا طبعا يا مصريين انتجوا على الشمول والعموم، لان الانتاج يحتاج من كل المصريين ان يجتهدوا ان ينتجوا ليخرجوا بمصر من ازمتها. اذا شفتوا يا شباب ان في علاقه ما بين البلاغه وما بين النحو، وده سؤال في كتاب المدرسه، انا مش بتفلسف عليكم والله ولا حاجه، بس انا حبيت ان انا ابين لكم النقطه دي لانه من حقه جدا ان يربط بين النحو والبلاغه. المنادى لسه لنا بقى واحده في المبني، لسه لنا واحده، احنا خدنا الكلام كده وايه وكنا هننسى ايها، ايها دي علم لهم الاعراب، انتبهوا انتم بقى، انا بلاقي الاعراب ان ايها اداه نداء
وان الهاء ضمير مبني في محل مش عارف ايه منادى اختراع، يعني انتوا بتخترعوا منادى اعراب جديد يعني. فلو سمحتوا ايها منادى مش اداه نداء، والهاء حرف تنبيه مش ضمير، واللي بعد ايها حسب منهجنا وحسب ما هو مستقر نعت مرفوع وعلامه نعت مرفوعه بالواو او بالضمه، المهم انه دايما نعت ايه مرفوع، مع الاختلاف طبعا ان بيقولوا ان اللي بعد ايها لما بيجي جامد مش مشتق بيعرب بدل، ولما بيجي مشتق بيعرب نعت. والمعلومه دي فعلا معلومه قيمه وموجوده في كتب النحو، يعني الناس هنا من حقك تعربها بدل مرفوع، وان كنت يعني في المرحله الثانويه دايما بيعربوها نعت فهي نعت او بدل، ما تخافش مش هينقصوك عليها في اخر السنه ان شاء الله ما تقلقش، لانها نزلت قبل كده كانت جامده واعربوها نعت، وكانت يا ايها الانسان واعربوا كلمه الانسان نعت في نموذج الاجابه. طيب كده احنا عرفنا امتى المنادى يتنصب وامتى المنادى يتبنى، صلاته على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعال بقى ملاحظات سريعه كده، ايها ها ليست نداء بل منادى، يجوز حذف اداه النداء، فعلا دي قضيه مهمه جدا، يعني شعب مصر الابي انهض بمصرك، بص انا بدات الفقره خالص كده، فقره بتبدا بكده، شعب مصر الابي انهض ببلدك مصر وصير على خطى التقدم، كلمه شعب الاولانيه دي مش مبتدا لا خالص، ده انا بقول اصل الكلام معنى الكلام بيقول ايه، يا شعب مصر الابي، اذا شعب هنا تعرب منادى منصوب لانه مضاف، فانتبهوا حتى في القران الكريم يوسف اعرض عن هذا، يوسف هنا منادى لان معنى الكلام يا يوسف اعرض عن هذا، فاذا يوسف هنا منادى طبعا تاخذ حكم العلم يبقى منادى مبني على الايه يا شباب على الضم، فانتبه انه يجوز حذف اداه النداء وتعرب الكلمه ايه منادى. المعرف بقل بينادى باسم الاشاره او ايها، صحيح لو جيت قلت لك نادي كلمه الانسان ممكن تقول يا ايها الانسان وممكن تقول يا هذا الانسان، وفي الحالتين بتعرب ايه يا شباب، بتعرب نعت كما قلنا ويجوز اعرابها ايه بدل. يجوز حذف اخر المنادى، الحته دي برضو جميله كده انتبهوا معايا، ساعات كتير اما نقول يا فاطمه يا فاطمه مش يا فاطمه، بص حذفت تاء التانيث للتدليل يا فاطمه، زي كتير قوي في الافلام الاجنبيه ولا المسلسلات الاجنبيه القديمه تلاقيه يكتب لك يا صاحي يا صاحي يعني يا صاحبي، طب استاذ يعني اعربها ازاي دي، يعني دي اقولها ازاي يعني، بص لما تقول فاطمه رجعها لاصلها تبقى فاطمه يبقى منادى عالمي مبني على الضم، طب يا صاحبي خلي بالك هترجع كلمه يا صاحي لما تيجي تعرب يا صاحي هترجع كلمه يا صاحي لاصلها، يبقى يا صاحبي يبقى منادى مضاف منصوب بالايه يا شباب منصوب بالفتحه وهكذا، فحذف اخر المنادى ظاهره في اللغه العربيه وتسمى بالترخيم. الترخيم معناه ايه؟ لان كانت اثيرت مره في الدليل، دليل التقويم احد ادله التقويم اللي نزلت من الوزاره كان اثار فيها قضيه اللي هو حذف اخر المنادى وتسمى، حتى كان جايب له بين قوسين اختار، هو صحيح دليل قديم لكن نزلت قبل كده، اللي هو الترخيم اي حذف اخر المنادى. والحاجه يعني الطريفه يعني اللي احنا بنعملها في العامية ساعات حكاية حذف آخر المنادى ديت، يعني ساعات تلاقي واحد يقولك إيه يا حما أحما، بص ما نطقش الدال على فكرة، أنت لو تركز مع الناس شوية بالذات في الكلمات العامية شوية فتلاقيهم يقول لك إيه يا حما، فما بيكملش الإيه الكلمة اختصارا، يعني الإنسان إيه بيكسل حتى في حروف تكملة حروف الكلمة يعني. المهم يا شباب إحنا عرفنا إن دي اسمها ظاهرة إيه ترخيم المنادى. طب أدوات النداء يا أستاذ جاي تقولها لنا في الآخر، أه لأن أنا أفترض يعني إن هي حاضرة في ذهنك إن شاء الله، بس برضو بأكد عليها، ما هي أدوات النداء يا، ودي أشهر أدوات النداء وهي للبعض، عيد وايا ايا ايا فلان ايا محمد ايا علي، مش ايها، بص انا ما قلتش ايها قلت ايا صح كده، وساعات ايا دي بتختصر لاي، اي بني اي بني برضو مش ايها، اي بني دي فعلا اداه نداء وبني هي المنادى بقى، وهيا مش هيا، هيا دي هيا لو شددت الياء يبقى بمعنى اقبل، يعني اسم في اسرع بمعنى اسرع او اقبل، اسم فعل امر مبني، يعني كلمه هيا هيا اللي بمعنى اقبل او اسرع دي اسم فعل مالناش دعوه بيها، لكن هيا محمد. وعلى فكره يعني اطمئنكم يعني قليلا ما تستخدم هذه الادوات في النداء في العصر اللي احنا فيه، يعني اللي بيستخدم يا واي والهمزه أمحمد أعلي، الهمزه فعلا تستخدم لايه يا شباب؟ للنداء او النداء القريب، لكن لابد ان نفرق بين همزه النداء وهمزه الايه يا شباب وهمزه الاستفهام، صليتوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه.
تعال بقى نشوف المنادى في سورة أبيات شعر جميلة كده، عشان بعد الرغي ده كله نحاول نحفظ القواعد. وزي ما قلت لكم ان انا بعملها لكم في سورة خريطة ذهنية، وافرج لكم القواعد عشان تفهموها كويس، وفي الاخر نحاول قدر الامكان بهذه الأبيات الشعرية اللي ربنا اكرمني والفتها لكم عن المنادى. المنادى اسمع بقى بقولك ايه، ثلاث في المنادى تبنى على رفعها، علم ونكر مقصودا وأيها. غنيها كده، ثلاث في المنادى تبنى على رفعها. يعني ايه تبنى على رفعها؟ يبنى على ما يرفع به يعني. علم ونكر مقصودا وأيها، ما صحيح، ما هم مش كان، مش احنا من شوية احنا قلنا ان العلم والنكر مقصودا وأيها بيبقى مبني، اهو ده المعنى البيت الايه شباب، البيت الاولاني. ثلاث في المنادى تبنى على رفعها، علم ونكر مقصودا وأيها. والنكر المقصودة تنادي محددا، والنكر المقصودة تنادي محددا، يعني النكر المقصودة بتنادي حد محدد. كيا طالب أجب خصصته بالندى، لما قلت يا طالب أجب فأنا بشاور على حد يعني، وأنا أقصد تخصيصه بالنداء، يبقى ده اسمه نكرة مقصودة، يبقى ده البيت ده بيعرفك ما هي النكرة المقصودة. وانصب منادى في ثلاث وجدته، انصب منادى في ثلاث حالات وجدته، نكرة عم أو مضافا أو شبيهه. مش احنا لسه قايلين اهوت ان المنادى منصوب مضاف أو شبيه من المضاف أو نكرة غير ايه شباب، أو نكرة غير مقصودة. صدقني انت لو حفظت الأبيات ديت مش محتاج أي حاجة بعد كده في المنادى. وانصب منادى في ثلاث وجدته، نكرات عم أو مضافا أو شبيهه. الأخيرة بقى بعرفك ايه هو شبه المضاف، وشبه المضاف لا يأتي إلا منونا، شبه المضاف لا يأتي إلا منونا، عاملا مشتقا كيا فاهما درسنا. يعني عاملا يعني مشتق العامل، فاكر اسم الفاعل لما بينصب مفعول أو بيرفع فاعل، فكلمة فاهما منادى هي اسم فاعل، المشتقات عموما اسم فاعل اسم مفعول صيغة مبالغة، دي اللي أقصدها المشتقات العاملة، ودرسنا طبعا اللي هي بتكمل كلمة إيه يا فاهما، أو المفعول به لكلمة إيه شباب فاهما. نقرأهم مرة أخيرة على بعض بقى، ثلاث في المنادى تبنى على رفعها، على من ونكر مقصودا وأيها، والنكر المقصودة تنادي محددا، كيا طالب أجب خصصته بالندى، وانصب منادا في ثلاث وجدته، نكرات عم أو مضافا أو شبيهه، وشبه المضاف لا يأتي إلا منونا، عاملا مشتقا كيا فاهما درسنا. ده كان يا شباب عن المنادى، أرجو أن يكون اتفهم بالخريطة الذهنية وإن شاء الله يحفظ بهذه الأبيات. تعالوا بقى نروح للمنادى اللي كان طلبه يا أستاذ ده، بص قد إيه بقى المنادى بقى عشان نطلع حكم العربي. ها، يا أبت استأجره. تعالى بقى بص كلمة يا أبتي، ما فيش منادى هنا في الفقرة إلا كلمة أبتي. طب دي نعربها إيه بقى؟ بصوا بقى شباب، إعراب كلمة يا أبتي هي بالضبط يا أبي، بس حذفت الياء وعوض عنها بالتاء، يعني التاء ده هي مجرد حرف تعويض لا محل له من الإعراب، ورجع أبي الأصلها. كنت بكلمكم من شوية عن ظاهرة الترخيم، أصل كلمة يا أبتي يا أبي، إذن ده منادى مضاف منصوب وعلامة نصبها الياء مضاف إليه، أبي مضاف والياء مضاف إليه، إذن ده منادى مضاف، يبقى يأخذ حكم المنادى المنصوب، يبقى أبتي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والتاء هنا حرف تعويض أو حرف لا محل له من الإيه شباب، من الإعراب. فده كان إعراب كلمة يا شباب، كلمة أبتي. تعالوا بقى لي مضارع منصوب وبين علامة نصبه، صلى على النبي بقى كده، وتعالوا نفتكر سريعا ما هو المضارع المنصوب. المضارع المنصوب بصوا شباب قدامنا، هو التذكر أدوات نصبه أن لن كي لام التعليل حتى فاء السببية لام الجحود واو المعية. فاء السببية زي اتق الله فتنجح، فاء السببية مثل اتق الله فتنجح. بص كده اهي الفاء اهي والمضارع اهو، وقبلها امر، ما هي فاء السببيه تسبق بنفي او طلب زي ما هنقول دلوقتي كمان شوي. ما كان محمد ليكذب، فاكر لما الجحود بتسبق بكان المنفيه. لا تنهى عن قلق وتاتي، وتاتي مثله، دي اسمها واو المعيه تدي معنى مع، اي مع الاتيان مثله. دي كانت ادوات النصب سريعا. ملحوظه بقى، لا الاول علامات نصب المضارع، الفتحه على صحيح الاخر ومعتل الاخر. يعني معتل الاخر بينصب بالفتحه؟ ايوه معتل الاخر يا استاذ بينصب بالفتحه ولا بحذف العله؟ يا جماعه انا كاتب في الملاحظات اهو قدامك، لا يوجد مضارع منصوب بحذف العله.
انا بلاقي طلاب كتير جدا اثناء تصحيح الورقهم كاتبين مضارع منصوب بحذف العل. ما فيش مضارع يا شباب منصوب بحذف العل. المضارع ملوش الا علامتين نصب قدامك اهم، يا اما الفتحه يا اما حذف النون. النون هي اللي بتتحذف، لكن العله في المضارع لا تحذف. ده لدرجة ان كلمة ينمو مثلا لو جيت تنصبها هتقول لن ينمو، لن ينمو يقضي مثلا، لن يقضي. يا جماعة الفتحة تقدر فقط على يسعى مثلا على الالف، يعني لانها لن تظهر على الالف ولا يحذف حرف العلة. فانتبهوا يا شباب، يبقى الفتحة في صحيح الاخر ومعتل الاخر، لكن حذف النون من الافعال الخمسة اللي هي الافعال اللي بتصرف مع انت انتما انتم هما هم، يعني الافعال الاخرة واو ونون او الف ونون او ياء ونون، وتنفع تتصرف مع احد الضمائر الخمسة. طب ملاحظات، لا يوجد مضارع منصوب بحذف العلة، اكررها. ينصب المضارع اذا عطف على مضارع منصوب. انتبهوا لحسن الحتة ديت ممكن ايه يعني يسهينا كده ويخطف الدرجة ويمشي، يعني زي ما اقول ايه، لن استجيب الى دعاة الظلم او اعاونه. كلمة أعاون هنا قبلها أو دي حرف عطف. أعاون هنا معطوف على مين يا شباب؟ على استجيب الأولى. ما هو المضارع لا يجزم، المضارع لا يعطف إلا على مضارع. ما تقوليش المضارع هنا أعاون معطوف على أظلم، لا، إلا عفوا الظلم، دي ظلم، إلى دعاة الظلم، دي مش دعاة أظلم، إلى دعاة الظلم. يبقى هنا كلمة أعاون معطوفة على استجيب، يبقى استجيب هنا منصوبة، يبقى إذن هي زيها منصوبة بالفتح. فانتبهوا لهذه يا شباب الملاحظات. تعال بقى نشوف الكلام ده في صورة أبيات ظريفة كده ممكن تحفظها. ينصب المضارع بالأدوات شتى، أن لن كيلام التعليل حتى. بص بقى اللي جاية دي، فاء السبب تسبق بنفي أو طلب، كلا تضعف أو لم تضعف فتنغلب. كلمة تنغلب قبلها نفي، هي لم تضعف أو قبلها نهي، يبقى إذا مش أي فاء تبقى فاء سببية. بص، فاء السبب تسبق بنفي أو طلب، ها، كلا تضعف أمره نهيه، أو لم تضعف نفيه فتنغلب. ولام جحود بكون من في مسبقة، مثل لم يكن محمد ليسرقا. لو قعدت تدندن الأبيات كده ومش شرط تحفظها، بس دندنها كتير لغاية ما تحفظها بدون شعور كده. أنا نفسي تحفظها لأنها توفر عليك كتير جدا، لأن هي القاعدة والمثال مع بعض. بص كده، ولام جحود بكون من في مسبقة، مثل لم يكن محمد ليسرقا. وبواو لا تعطي إلا معنى معا، كلا تنصح بالتروي وتسرع. تروي على التمهل يا شباب، يعني ما تنصحش بالتروي والتمهل وانت بتتسرع، يبقى لا تنصح بالتروي مع الإسراع. يعني فكلمة تسرع هنا طبعا مش هتبقى معطوفة على تنصح، كلمة تسرع هنا هتبقى واو معية لأنها مع الإسراع، وبالتالي تبقى منصوبة بالفتحة. طيب تعالى بقى لعلامات الاعراب. احنا كده في الثلاث ابيات او الاربع ابيات الاولين دولت احنا كده عرفنا ادوات الاعراب، ينصب المضارع بالادوات شتى، يبقى دي كان بيتكلم عن الادوات. تعالى بقى نشوف علامات النصب بقى. وانصب بفتح ظاهر سوى ناقص بالالف، يعني ايه؟ يعني كله هيبقى منصوب بالفتحه الظاهره ما عدا الناقص بالالف هيبقى مقدر. وانصب بفتح ظاهر ممكن، وقدر مع ناقص بالالف، تمام كده؟ يبقى انت فاهمة ان مع الناقص بالالف ده بتبقى الفتحة مقدرة. طب استنى بقى، ومن الافعال الخمسة النون تنحذف. ايوه الافعال الخمسة يخرجون، لما اجي انصبها اقول ايه؟ لن يخرجوا. يخرجان، لما اجي انصبها اقول ايه؟ لن يخرجا. شباب هي دي الدرجات شباب، ياما في الكتاب المدرسة تدريبات معتمدة أساسا على علامات الإعراب، يعني ما بيجي يقول له في التثنية والجمع وبيجيبها له، والله العظيم ما هي معتمدة إلا على علامات الإعراب، تشيل النون ولا تحطها. تخيل بقى هي دي الدرجة. ومن الأفعال الخمسة النون تنحذف. طب إيه أفعال الخمسة بقى أصلا؟ بأنت أنتما أنتم هما هم تعرفوا، كل مضارع مع إحداها يتصرف. يعني أي مضارع ينفع يتصرف مع ضمير من دول يبقى من الأفعال الخمسة. يعني مثلا كلمة تخرجين ينفع أقول أنت تخرجين، صح، يبقى أفعال خمسة. تدعوان ينفع أقول أنتما تدعوان، صح، يبقى أفعال خمسة. طب تدعون برضو ينفع تتصرف مع أنتم، يبقى أنتم تدعون، يبقى من الأفعال الخمسة. طيب كلمة مثلا، اسمع بقى اللي جاي دي، تسعين في الخير، يعني أنتن النساء تسعين في الخير. خلي بالك الضمير هنا اتصرف مع أنتن، ما تصرفش مع ضمير من الضمائر اللي قدامك. انتبه لحسن الحتة دي خطيرة. يبقى رغم ان كلمة تسعين، رغم ان كلمة تسعين فيها ياء ونون في الاخر، لكن مش افعال خمسة. وعشان كده انا قلت لك ايه هي الافعال الخمسة اللي هي بتصرف مع مين يا شباب؟ انت انتما انتم هما هم.
إذن كلمة تسعين شباب لا تصر لا تعتبر من الأفعال يا شباب الأفعال الخمسة. تعالوا بقى نقرأ الأبيات كلها على بعضها كده علشان إيه نحاول نحفظها. ينصب المضارع بالأدوات شتى أن لن كيلام التعليل حتى فاء السبب تسبق بنفي أو طلب كلا تضعف أو لم تضعف فتنغلب ولام جحود بكون من في مسبقة مثل لم يكن محمد ليسرق وبواو لا تعطي إلا معناه معا كلا تنصح بالتروي وتسرع وانصب بفتح ظاهر سوى ناقص بالألف. ومن الأفعال الخمسة النون تنحذف بأنت أنتما أنتم هما هم تعرفوا كل مضارع مع إحداها يتصرف. صليت على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. تعالى بقى نشوف المضارع المنصوب. بيقول لك المضارع المنصوب عايز علامة نصب. انتبه بقى هتلاقي في الآخر خالص اهو كلمة ينفعنا فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب هل هو أساس كده بقى طالب مني إن أنا أعرب إنا؟ آه طبعا إنا هنا تعربها لأن طبعا ده الأدق والأكثر يعني أمانا. فكلمة ينفعنا هتبقى إنا مفعولين هنا على فكرة مش فاعلين. ليه؟ لأن ينفع هو نا يعني سيدنا يوسف عليه السلام هو اللي هينفع يعني هو الفاعل والنا منتفعة وليس هي النافعة وبالتالي إنها هنا مفعول. إيه يا شباب مفعول به فانتبهوا. طب أستاذ افرض أنا طلعت كلمة نتخذه كنت أنا لسه بقولك خلي بالك المضارع المعطوف على منصوب منصوب صح كلمة نتخذه أيضا هيبقى منصوب علامة نصبه الفتحة والهاء في محل نصب إيه يا شباب مفعول به. عايز بقى فعلا يفيد الرجاء وبين حكم اقتران خبره بأن. تعالوا افتكروا يا نسين عشان انتوا حكاية الأفعال الرجاء ديت نسينا خالص فتعالوا نفتكرها مع بعض كده إن شاء الله. ها شباب تعالوا نفتكر مع بعض أفعال المقربة والرجاء والشروع وحكم اقترانها بأن وعمله. المخطط اللي قدامك ده بيبين لك أفعال المقربة اللي كاد أو شك وكربة، الرجاء اللي عسى وخلولق وحرى، أخذ وبدأ وشرع وجعل، دي اسماء أفعال المقربة والرجاء والشروع. وأرجو تكون حافظهم كويس مش حافظ لي كده وخلاص. المقربة اللي هي مين يا شباب؟ ها كاد وأوشك وكرب، كلها بمعنى اقترب يا جماعة ما تستغربوش. يعني هي يا كاد محمد أن يأتي، يا أوشك محمد أن يأتي، يا كرب محمد أن يأتي. حتى وإن كانت كرب ما بتستخدمش إلا أنها موجودة في اللغة العربية. الرجاء أيضا منهم كلمة بتستخدم كتير قوي وكلمتين يعني قليل قوي، عسخ لو لقى حرى كلها بمعنى أرجو. ما هي رجاء اسم أفعال الرجاء يعني إيه رجاء؟ يعني أرجو يا ريت يعني. طيب الأفعال الشروع بقى كلها بمعنى بدأ على فكرة، أخذ بدأ شرع جعل بدأ، دي أشهرهم، دي أشهر أفعال الشروع اللي في خلال منهجنا في المرحلة الثانوية. طب عمل الأفعال دي إيه الثلاثة؟ دي أفعال ناسخة يا جماعة، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر عادي جدا. يعني لما أقول يكاد زيتها يضيء يبقى زيتها اسم يكاد ويضيء فعل مضارع والفعل مستتر والجملة الفعلية في محل نصب خبر إيه؟ خبر يكاد. طب شروطها لازم يكون خبرها مضارع وإلا ما تبقاش كده وأخواتها. يعني لو ما جاش مع الأفعال دي خبر فعل مضارع ما تبقاش كده وأخواتها. كاد محمد لأخيه يعني من الكيد، يبقى كاد محمد فعل وفاعل عادي جدا عادي جدا. زي ما أقول أخذ محمد حقه ما فيش فعل مضارع أصلا هنا، يبقى أخذ محمد فعل وفاعل وحقه ومفعول إيه؟ مفعول به فانتبه. طيب أن بقى اللي على العين والنية انتبهوا بقى، اقتران خبرها بأن يجب ويكثر ويقل ويمتنع. يجب مع حرى، يعني لما أقول حرى مثلا حرى المصريين أن يتقدموا بوطنهم لازم أقول أن مع حرى في الأراء الراجحة أنه يجب أن يأتي معها أن. طب يكثر مع مين؟ مع عسى أو شكى. طب يقل مع مين؟ مع كاد وكربة. طب يمتنع مع مين؟ جميع أفعال الشروع ممنوع. احفظها كده، أفعال الشروع ممنوع. يبقى بص هوت كل أفعال الشروع، يعني ينفع أقول أخذ المصريين أن يتقدموا؟ ما ينفعش طبعا ما ينفعش خالص. يعني تخيل فكرة سؤال كده قلت لك مثلا إيه عسى المصريون أن يتقدموا، قلت لك شيل عسى وحط أخذ وغير ما يلزم، يبقى هتقول لي أخذ المصريون يتقدمون لأنك هتشيل أن لأنها يستحيل وجودها مع أفعال الشروع. وبالتالي كلمة يتقدموا لما تشالت أن يبقى النصب تشال، يبقى النون ترجع للفعل. يبقى إذن عسى المصريون أن يتقدموا تساوي أخذ المصريون يتقدمون. تعالوا بقى نشوف بعض الأبيات اللي بتجسد هذا الموقف.
كل كاد وأخواتها في القرب والرجاء والشروع تنصب الخبر مضارعا، وإلا فلها فاعل مرفوع. كاد الرجلان أن يتصارعا، بص، وكاد الله كل خدوعة. كاد الأولى فعلا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. أستاذ أنت جايب أن مع كاد؟ آه، ما أنا قلت لك يقل، مش يمتنع. يعني ممكن كاد تيجي بأن وممكن تيجي من غير أن، ما هي دي معنى يقل، لكن الأفصح إنها ما تجيش بأن. يبقى تاني كده، كاد الرجلان أن يتصارعا، تمام، وكاد الله كل خدوع. هنا كاد فعل ماضي، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، وكل مفعول به. طب ليه أعربناه هنا فعل وفاعل عادي؟ علشان ما معهاش فعل مضارع. بص برضو المثال ده، بدأ المهندس يبني، صح، المهندس اسم بدأ، ويبني جملة فعلية في محل رفع خبر بدأ. طب بدأ المهندس المشروع؟ لا طبعا دي فعل وفاعل عادي جدا، لأن ما معهاش فعل يا شباب، ما معهاش فعل مضارع. اسمع الأبيات مني مرة أخرى. كل كاد وأخواتها في القرب والرجاء والشروع تنصب الخبر مضارعا، وإلا فلها فاعل مرفوع. كاد الرجلان أن يتصارعا، وكاد الله كل خدوع. بدأ المهندس يبني، بدأ المهندس المشروع. تعال بقى نطلع هنا من اللي هي بيقول لي فعلا يفيد الرجاء. الرجاء شباب، الرجاء يعني ما تطلعليش كاد وكاد وأوشك وكربة، ما تطلعليش أخذ، ما تقوليش أصلها من أخوات كاد. الرجاء يعني عسى أو حرى أو خلولقة، كلهم بمعنى أرجو. هنلاقي طبعا هنا كلمة عسى في الآخر. أيوة بالضبط كده، دي عسى فعل من أفعال الرجاء. وقول له الاسم عسى مستتر تقديره هو، يعود على يوسف عليه السلام، وأن ينفعنا ده خبر عسى. طب حكم اقترانه بأن يكثر مع افتكر، احنا قلنا مع عسى ايه لو تفتكر اهو، يكثر مع عسى وايه واوشك. فواضح ان الموضوع عايز ايه يا شباب، عايز حفظ. صليت على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عايز ظرفا وبين علامة اعرابه، ظرف زمان او مكان. تعال بقى نشوف كده اهو، فاستخلفه وما رأيت من قوته وعليه صخرة، وما رأيت قالت كنت امشي امامه. اهو بص كده، كنت امشي امامه فجعلني خلفه. كلمة أمام وكلمة خلف دي ظروف، وكلمة حين أيضا، حين في السطر الأول أو حين في السطر الأخير، دي ظرف زمان. فإذا الشباب الظرف هنا حين في الاثنين ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة، ظرف زمان، وخلفه وأمامه برضو ظرف زمان منصوب علامة، ظرف مكان منصوب علامة نصبه الإيه يا شباب، وعلامة نصبه الفتحة. تعال بقى ليه السؤال جيم، بقول تعجب من فراسة أبي بكر. خلي بالك، من فراسة أبي بكر مش من أبي بكر. طبعا التعجب تذكر بيجي ما أفعل وأفعل به، بقول له ما أشد فراسة أبي بكر. انتبه، أبي بكر تفضل زي ما هي لأنها تبقى مضاف إليه، مجرور بالياء من الأسماء الخمسة، وفراسة هتبقى مفعول به. طب لو بالطريقة التانية أقول إيه، ها، أشدد بفراسة أبي بكر، برضو فراسة مجرورة هتبقى لفظا لكنها فاعل مرفوع محلا. دال الفراسة العربية تبهر الجميع، الفراسة العربية باهرة الجميع. نوع الخبر طبعا سهلة جدا ديت شباب، تبهر هنا خبر جملة فعلية، إنما باهرة هنا خبر يا شباب، خبر مفرد. أخيرا يا شباب، بعد هذه القطعة الثرية التي راجعنا فيها مجموعة من الدروس كثيرة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها، مع السؤال هاء في الآخر، بيقول في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة تفرس في فرسا باب الفاء فصل الراء ثم السين؟ ومن الممكن جدا تكتبها حروف مفردة وما تقولش باب فصل ثم، تقول فاء شرطة راء شرطة سين. فإذا يا شباب دي كانت، ده كان آخر سؤال في القطعة 68، وإن شاء الرحمن الرحيم تكونوا استفدتم منها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.